سلام الله عليكم أيها الطيبون والطيبات، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن. رضوان بن عبد السلام يوجه رسالة لرضوى الشربيني. عبر الداعية الإسلامية رضوان بن عبد السلام عن دعمه للإعلامية المصرية رضوى الشربيني بعد استدعائها للتحقيق بسبب تصريحاتها حول النساء الغير المحجبات في إحدى حلقات برنامجها الشهير هي وبس الذي يعرض على قناة سي بي سي الفضائية. ونشر بن عبد السلام تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، قال فيها: رضوى قالت كلاما طويلا تمدح فيه الحجاب وتدعم فيه المحجبات وتدافع عنهن، فكانت النتيجة إحالة الإعلامية إلى التحقيق وحذف الفيديو من القناة والهجوم من عشرات أشباه الرجال وأشباه النساء. وتابع: خرجت بعد ذلك تعتذر عن ذلك الكلام وقالت أنها لا تقصد الإساءة وإنما قصدت دعم المحجبات والدفاع عنهن، فانظر إلى زمن العجائب، تحال إلى التحقيق لأنها دافعت عن فريضة فرضها الله ومدحت عبادة عظيمة تتقرب بها المسلمة إلى الله. وأتمم قائلا: أحالوها على التحقيق لأنهم يعلمون أن مثل هذه التصريحات كافية بنسف مجهوداتهم لسنوات في الحرب على الحجاب في جميع المجالات وخصوصا في وسائل الإعلام. شكرا رضوى على كلمة الحق، على هذه الشهادة الصادقة. شكرا رضوى، فهذا التصريح سيبقى تاجا على رأسك كما أنه سيبقى لجاما على أفواه الكارهين للإسلام والحجاب والفضيلة. وقررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول غير المحجبات، موجهة رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها. وقالت الشربيني في برنامجها: لكل وحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، اوعي تقلع الحجاب، انت احسن مني ومن غير المحجبة 100,000 مرة. وتابعت الشربيني رسالتها قائلة: انت احسن عند ربنا.